اليوم المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل حول قضية الكوكايين. هذه القضية التي أثارت وأسرت الكثير من الحبن. نشاهد ما قاله السيد اللواء عبد الغني الهامل ثم نعود بعد ذلك. القضية راها في التحقيق عند العدالة، والسيد وزير العدل كنتكلم عليها مطولا وحنا ثاني عندنا ثقة كبيرة في العدالة نتاعنا، عندنا ثقة في النزاهة نتاع القضاة تاوعنا، عندنا ثقة في الاحترافية نتاع القضاة تاوعنا، وعندنا ثقة في التواصل الموجود مع المؤسسة الشرطية. في التحقيق الابتدائي نقولها بكل صراحة، كانت فيه تجاوزات وكانت فيه اختراقات، ولكن الحمد لله القضاة كانوا في المرصاد وما خلاوش، وحسموا الأمور وما خلاوش الأمور تتميع. المؤسسة الشرطية عازمة باش تواصل العمل تاعها، عازمة باش تواصل محاربة الفساد. وهنا نقول اللي يبغي يحارب الفساد لازم يكون نظيف، وأقول كذلك حتى ولو كان المؤسسة ما راحش معني مباشرة بالتحقيق، راه كل الملفات اللي عندنا وتخص هذه القضية رانا نمدوها للعدالة، لأن نكرر باللي ثقتنا كبيرة في العدالة. باش نحبسوا المؤسسة أمور كيما هذه ما نقدروش نحبسوها، لأن المؤسسة عازمة باش تبقى تحت تصرف العدالة، عازمة باش تبقى لصالح المواطن ولصالح المجتمع الجزائري. إذا حتى واحد ما يقدر يحبس المؤسسة لا بالادعاءات، لا بعملية تخويف، لا بعملية تلاعب ببعض الأمور، ونقول باللي رانا صامدين وباقين على عهدنا.